جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا مستمع مقيم بالرياض يقول حامد عبد النافع يسأل ويقول: هل قراءة القرآن الكريم في المناسبات والمآتم بالفلوس هل هذا جائز؟ علما بأن ذلك يستمر لمدة أسبوع في بعض المناطق. وجهونا جزاكم الله خيرا. إقامة هذه المآتم بدعة وإثم وضرر على الأحياء والأموات، وهي عادة سيئة من عادات الجاهلية، وقراءة القرآن فيها بدعة ومحرمة، لأن القرآن يصان عن مثل هذه المناسبات البدعية، وإذا أخذ القاري أجرة على ذلك فإن هذه الأجرة حرام، لأنها في مقابل عمل محرم ومشاركة في البدعة، ولأنه امتهن القرآن وجعله حرفة يتكسب بها في هذه المناسبات البدعية. اتخاذ القرآن للتكسب أمر لا يجوز، لأن تلاوة القرآن عبادة يجب إخلاصها لله عز وجل، ولا يطلب بها طمع الدنيا. نعم.